بعد هزيمة محمد الرواوي في 2017 كنا شفنا واش دار رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ليعمل كل ما في وسعه من أجل إزاحة الجزائري من الكاف أو حتى من مكتب التنفيذي للفيفا. فشلنا يعني في الوصول أولا في 2019 مع عمار بهلول في 2019 نظن، واليوم زيدوا في 2019 فشلنا مع عمار بهلول اللي كان نفس الشلماني، زدنا اليوم فشلنا في مع نفس المنافس هو الشلماني. نحسوا أنه اليوم الجزائر أصبحت غائبة أنه اليوم كل دول شمال إفريقيا سانز إكسيبسيون كما يقول لك ليبيا تونس المغرب مصر موريتانيا كلها موجودة في المكتب التنفيذي إلى الجزائر. هذا راجع إلى أنا ليا السبب الرئيسي يرجع إلى الخلافات الموجودة بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. كل رئيس جا خير الدين الزطشي، جا شرف الدين عمارة، جا سفيزف، اللي يجي المهمة الأولى تاعو أنه ينحي الناس الموجودين في المكتب التنفيذي. اليوم احنا واش دينا؟ واش دينا اليوم؟ دينا أنا نقول لك حاجة، اليوم انهزام أو خسارة جهيد زفزاف كانت منتظرة. لماذا؟ لأنك أنت واش قدمت لهذو أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على رأسهم موتسيبي. اليوم احنا ولينا الحلقة الأضعف في 54 بلد الموجودين في الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ولينا ضعف، معناها مش تنتظم واحد ضعيف لما يدخل الانتخابات.